السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه، حلقه السمك. كالعاده عارفين كل يوم اتنين بنعمل اكل السمك تكون بسيطه وسهله. نفس المقدمه نفس كل اسبوع بنتكلم عليها. السمك ليه انواع كتير جدا وليه تتبيله كتير جدا، ولكن المطلوب مننا ان احنا نغير شويه في نقطه التتبيله. طيب عندي النهارده سمك شعور، هعمله بطريقه مختلفه خالص، هحشيه بالكرفس والبصل والكرات، وهيبقى الموضوع شيق جدا وهيتحمر كمان. عندي كفته سمك او كفته الجمبري، هنشوف بتتعمل ازاي. عندي كمان طاجن حلو كده هيتعمل بصوص الزبده مع الكريمه اللباني، يعني سمك فيليه هيتحمر هو والكاليماري ويتعمل له صوص حلو كده، صوص ليمون بتر. وعندي كمان سمك سهيل، سمك سهيل ده بيبقى عامل زي البوري الصغير ده يا شفيق اللي شافه ده، بيتعمل بالرده بطريقه جامده جدا. زائد كمان ممكن نعمل مع حضراتكم ان شاء الله يكون الوقت معانا كويس، نعمل سلطه الكول سلو بس بالجمبري. الموضوع النهارده سهل وبسيط، بس تعالى نطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم النهارده على اكله سمك تكون مختلفه شويه، وهو ده المطلوب، ان نحاول نغير من التتبيله زائد من التسويه او من شكل عام للطبق بتاعنا. هعيد تاني المنيو مع حضراتكم. السمكه الشعور هنعملها محشيه بشكل بسيط جدا وندخلها الفرن، او لو عايزين نحمرها حسب اللي نحبه. حشو النهارده هيكون مختلف تماما عن كل الحشو قبل كده عملناه. الطبق الثاني هيكون عندي كفته الجمبري على كفته السمك، هنعمله مع بعض بشكل داوود باشا، هنشوف بيتعمل ازاي برضو مع حضراتكم. الطبق الثالث عندي سمك سهيل او سهليه حسب اللي بيتقال عليه، هيتعمل بالرده ومشوي مش على الفحم، هيتعمل على الشوايه الصاج، وهنتكلم برضو على البديل ليه هيبقى عامل ازاي. الطبق الرابع ان شاء الله هيكون مع حضراتكم سلطه الكول سلو بالجمبري. الموضوع ما فيهوش صعوبه خالص، بس واحده واحده كده نشوف طريقه الحشو. بس قبل ما نحشي لازم ننظف زي ما احنا عارفين. النظافه بتاعتنا طبعا كالعاده بنعملها بيبقى عند السماك، بننظف السمك كويس جدا. بعد كده بنروح البيت بنبدا نعمل فيه برضو عمليه نظافه ثانيه. كل واحد فينا في البيت عنده فرشه للسمك، فرشه للخضار. الخضار لو بنغسل مثلا بطاطس او حاجه من الحاجات دي كلها بالفرشه بيبقى كويس جدا عشان الطين. اما السمك بيبقى فيه فرشه برضو كويسه جدا كده لنظافه السمك من جوه. دي مرحله. المرحله الثانيه هي اللي عايز اعملها مع حضراتكم دلوقتي زي كل اسبوع كده، ونشوف الفرق ايه بعد ما بننضف بالفرشه وبنلاقي ايه الموضوع ماشي ازاي. طيب هجيب بوله فاضيه رقم واحد، وتعال الاول نغسل السمكيه بالطريقه بتاعت كل مره. ده السمك الشعور كلنا عارفينه اهو، شايفه يا استاذ شفيق معايا، هو ده السمك الشعور. انا هزور لحضراتكم بس اهو، دي سمكيه شعور جميله جدا وبسيطه، في منها احجام كتير جدا. بفتحها من الراس عشان عايز احشي بطريقه سهله جدا، وما بخليهاش عامله زي السنجاري، يعني بخليها عامله زي الساندوتش بس مش اكتر من كده. حلو الكلام. طيب هتغسلها ازاي بقى؟ زي ما انت بتقول بجيب عندي حبه ليمون كده وحبه خل، بسم الله الرحمن الرحيم كده ماشي الكلام، وكمان عندي حبه ملح، بس الملح بمسكه كتير شويه كده اهوت اهو، وابدا هعمل كده في قلب السمكيه عشان تنضف كويس قوي وتشال منها اي حاجه انا مش عايزها اهو. وبعد كده بديها حبه ميه كمان وخلاص كده انا ظبطت الامور، بنضف كويس قوي. بصوا حضراتكم هتلاقوا حتى انت معايا يا استاذ شفيق، بص السمك بينزل منه يا جماعه، دي نضفت الملح بالخل بالليمون اهي. هو مش هيضرني لو ما عملتش كده، بس الافضل والانضف احسن. تعالى نديها حبه ميه بقى كمان عشان خاطر يبقى الموضوع في الامان اكتر كده. ميه ساقعه طبعا اهو، لحد ما الاقي السمكيه عندي بقت نظيفه اهو، ماشي الكلام. طيب انا كده غسلت السمكه دي قبل اي كلام، اللي هو بايه يا سيدي؟ تاني رقم واحد عندي خل وليمون، ولو مفيش خل ولا في ليمون يبقى لازم حاجه من الاثنين مش ثالثه. الملح طبعا نضافه عشان نشيل اي زفاره، نخلي والليمون عشان الريحه طبعا من غير كلام، ولازم ننضف الحاجه عشان نحس بالطعم. الملح اللي حطيناه كله اتغسل، الخل والليمون نفس الموضوع، خدت منه الفايده كتطهير للسمك ورميته ومتشكلين على كده. طيب هتعمل ايه بقى؟ تعالى نشوف الحشو بتاعنا اللي هنعمله. هنا عندي حاجه من حاجتين، لا اما بعد ما احشي ادخلها عند الفرن ما عنديش مانع، او اخليها متحمره برده ما عنديش مانع. متحمره بالدقيق، الفرن بورق الالومنيوم، هنشوف مع حضراتكم. هجيب عندي بوله فاضيه، بسم الله. هجيب الحشو ايه بقى؟ بصلايه مفرومه اهو، قرن فلفل حار متقطع صغير بالشكل ده، حبه شبت على بقدونس على كزبره، جايب عندي كرفس ورق كرفس مفروم مع كرات،
ماشي الكلام. تعال نجيب معلقه ونحط حبه ثوم، لازم ثوم طبعا، ونزود براحتنا الثوم خالص ده غير البهارات طبعا. ادي ثوم، معلقه ثوم حلوه، كمان معلقه حلوه، ماشي الكلام، وكمان معلقه جزر او ربع جزرايه، حلو الكلام. وهنجيب ليمونتين متقطعين عشان دول برضو انا محتاجه، هقول لكم ليه برضو دلوقتي. كده انا بالنسبه لي تمام، حط عندي حبه خل تبلتي بقى، وحبه ليمون، وازود الليمون شويه. هجيب عندي الملح، معلقه ملح حلوه كده، كمان حبه صغيرين، حبه شطه، حبه كمون على بهارات سمك اهم، حبه كزبره صغيرين جدا مش كتير، وهحط حبه زيت زيتون. انا هحشي يعني مش هسوي بيهم، حبه زيت زيتون كده تديني ريحه عاليه ويبقى الموضوع كويس. مش هنسى الفلفل الاسمر طبعا كده، حلو الكلام. واقلب كويس جدا. بصوا الخلطه شكلها عامل ازاي، دي خلطه حشو سهله جدا اهو، بالليمون يبقى جوه طبعا مع كل البهارات الحلوه دي كلها. هجيب عندي السمكيه، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونصفي كويس منها الميه اللي فيها خل وملح، هحطها كده وابدا اجيب عندي الحشو اهو كده. يا استاذنا خليك معايا بعد اذنك اهو كده تاني، وحط بقيه الحشو بتاعي كله فيها اهو ده الساندوتش. بصوا حضراتكم اهو، حلو الكلام. طبعا اللون الابيض ده من الخل مش السمكيه كده. لو انا بشتري السمكيه، تعالى يا استاذ شباب على اذنك، لو بشتري السمكيه ولونها كده ما اخدهاش، من المستحيل اخدها، هاخدها كويسه جدا. لما اديها خل وليمون اللون ده طبيعي مش مشكله ما تقلقوش، بس اللون ده لو اشترينا بيه ما ناخدهاش، لازم تكون حاسس ان السمكيه كده لونها زي محمر زي ما انتم شايفين كده، حلو الكلام. طيب كده انا خلاص خلصت الحشو اللي انا عايزه، هتعمل ايه بقى تاني؟ هبدا هجيب عندي الصينيه بتاعتي واحط لها ورق المونيوم عشان خاطر بس ما تبقاش معايا شويه ملزقه، واجيب عندي التتبيله الحبه دول الموجودين دول اهم، وعليهم حبه زيت تانيين عشان ما يلزقش، وممكن لو حبينا ومتوفر حبه بصل كارضيه كده اهم بايدينا، ونجيب السمكيه ونحطها عليهم على طول، وادخلها شويه بقى الفرن وتعيش حياتها كده كده. انا مش خايف من اللزق بتاعها او تلزق مني او حاجه اهو كده اهو، حلو الكلام ده كده. طيب هسكت؟ مش هسكت، لا ده انا عايز تاني وتالت، اعملها كل حاجه انا عايزها وكل حاجه نفسي فيها. ليمون على الوش عشان الريحه لما تتكمر، وتبقى معايا حبه كزبره على الكرفس كده، حبه زيت تانيين كده اهو، عايزها تبقى ليها طعم ما يبقاش الموضوع بس شكل، وحبه ملح كمان، ماشي الكلام. ولو حبيت ولو عندي حبه زعتر اهو، ده كله اكيد هيخلي الريحه معايا قويه جدا. هو ده المطلوب، ان انا اعمل الاكل بريحه حلوه وطعم حلو، مش بس يكون شكل السمكه كده زي ما حضراتكم شايفين بعرضها كده بالشكل الحلو، لا ما يهمنيش الشكل على قد ما يهمني المضمون، وطبعا الشكل قبل اي شيء في الدنيا. ولكن خلينا نتكلم بصراحه، لازم الحاجه تتعمل بطعم كويس كده. انا تمام، اجيب عندي ورق الومنيوم وابدا ادخلها عندي الفرن. درجه الحراره بتاعتي نقول مثلا متوسط 150 لمده نص ساعه، حلو الكلام اهو. اكمرها كاميرا كويسه واديها عندي بسيط كده اهو، بس ماشي الكلام. هندخلها الفرن مع حضراتكم عشان تاخد تسويتها وتعمل تمام. حد يقول لي ممكن احط لها ميه؟ اقول لك لا والله هي مش محتاجه مني ميه، حبه الزيت وحبه الخضار هيعملوا معايا العازل اللي انا خايف منه، وابقى انا تمام تمام وزي الفل. سيبها خالص تعيش حياتها. في ميه بتغلي هنا ليه؟ انا مش عارف، اكيد لازم نشوف مع بعض فيها ايه. الميه دي فيها بصلايه، فيها جزرايه، فيها ليمونه، شايفهم يا استاذ؟ مع كمان حبه ملح. طيب هتعمل ايه تاني بقى؟ عندي السلطه، السلطه بتاعتي احط لها حبه جمبري، يبقى اجيب الجمبري بالمره وابدا انزله عندي يتسلق، يعني نقول 10 جمبريات، 5 جمبريات حسب المتوفر اهم. وبعد ما يتسلقوا لمده 5 دقائق واقل كمان، هبدا اقطعهم بالنص وابرد عليهم شويه، هنشوف ازاي ان شاء الله. كده وسيبها عندي تاخد وقتها. طيب السمك السهيل هنشتغل فيه، تعالى نجيب حته السمك القشر البياض
والكاليماري نقطعهم مع بعض بالمره عشان نبقى مع بعض في كل الاحوال. اجيب قطعه بس معلش اهو كده. البوله دي انا سايبها عشان خاطر احط فيها حاجتي كلها برده، مش اوقف الشغل على بوله واحده، لا عايز استفيد بالتتبيله مره واتنين كده. هنشف بس الاول الحاجات اللي بتقع مننا دي عشان لو سيبنا حاجه على حاجه هنلاقي نفسنا في اخر اليوم في المطبخ الدنيا مقلوبه، وده طبيعي يعني اي حد في الدنيا ممكن يعمل كده. طيب تعال نجيب بقى ايه حته كاليماري، نشيل الدماغ، مش عايزين الدماغ كده، وهنشتغل بيها برده الدماغ. نجيب حته قشر بياض ناخد منها على قدنا ونشوف هنعمل ايه. خلينا ناخد الكاليماري الاول، مش هبدا انضف كده الكاليماري على السريع، هاخد منه مش هاخد منه كتير يعني، هسيب الحاجات دي اللي هي العريضه دي شويه انا هستغلها مع بقيه الحاجات دي كده، هاخد دي بس يعني بحاول اعمل اللي انا نفسي فيه بس مش بكميات الكتيره. اهو مثلا الحته دي كده اهو، تعال نشوف كده ايه انها تمام متنضفه كويس. هبدا اقطعها، هعملها ايه؟ هعملها محمر ولا هعملها محمر؟ يبقى اقطعها كده السمك ده عشان تحمر معايا بسرعه وتبقى برده ليها طعم معايا كويس. اهو كده اهو، السكينه دي تكون حاميه، صوابعنا بعيد عن السكينه وجرأ ايدك على السكينه ما تخافش. اهو كده، ده طبعا سمك كويس جدا للتحمير. هبدا هعمل كده في البوله هي هي، واجيب عندي حته السمكه دي قشر بياض، كلنا بنحب القشر البياض اهو، وناخد مثلا حته منها كده. حلو الكلام، طبعا التتبيله دي مش مشكله، انا كده كده هحمر اهو، وابدا اقطعها كده برده نفس الطريقه اهو، ماشي الكلام. هديها تتبيلتي مش هديها زيت، ليه مش هديها زيت؟ عشان خاطر انا مش عايزها يبقى في عازل ما بين الدقيق اللي هحمر فيه كده كده. هعمل منها طبق ميكس ما بين الاثنين، بليمون باتر صوص او صوص الليمون بالكريمه اللباني، طريقه سهله جدا ما فيهاش صعوبه، هنشوف بيتعمل ازاي. في مطاعم كتير جدا بتعملها مميزه جدا فيها، ولكن انا هقلدهم في البيت وهعمل احسن منهم ان شاء الله. انا بتكلم على حضراتكم. الجمبري ده خلاص خلص، ريحته بانت اهو، بص ريحته بانت ان هو خلاص خلص، سيبه يتصفى خالص. هبدا اقطع القشر بياض تاني كده اهو، تمام ماشي. طيب هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعال نجمع كل السمك الحلو ده مع الكاليماري ونزود له حبه بهارات تانية، نحطه في الدقيق يتشمع شويه، بوقف عندي بس على التحمير دي كده خلاص، ترجعها مكانها ماشي الكلام، ونشيل الزفاره دي. هو يوم السمك طبعا عارفين كالعاده في كل حته لازم ناخد بالنا شويه، انا بحب دايما انا محسوح شويه انا عارف، بس معلش استحملوني في النقطه دي، بقعد اشيل واحط، بس اهم شيء صراحه في شغلتنا دي النظافه. لو انا النهارده بعمل اكل ما بيني وما بين ربنا مفيش امانه ان ناكل الاكل ده حتى لعيالي، ابقى انا كده راجل مش مخلص لعملي، فما بالك بقى اني بعمل اكل للناس. فلازم اكون فاهم كويس جدا اني انا مطرح حضرتك او حضرتك، فبشوف الاكل ده فنفسي هتبقى مفتوحه ولا لا. هو ده المضمون للاكل بالذات يا جماعه، ناخد بالنا شويه منه. حط حبه ملح، حبه ثوم باودر وبصل باودر، تلحهم مش مشكله، حبه كمون على بهارات سمك ماشي الكلام، حبه بهارات تانية حلوه ماشي الكلام. اجيب عندي حبه ليمون، ما دام قلنا ليمون بتر يبقى انا دخلت في الالافرانكا شويه، يبقى اديها حبه زعتر كده، وطبعا الثوم ما فيهوش هزار، بس اشيل منه الزيت اهو، معلقه ثوم، عايز اخليها سبايسي عندي هريسه اهو ماشي الكلام. طيب ايه تاني عندك ناقصه كده؟ ممكن حبه كزبره، بسيط جدا، حبه شبت، واقلب كويس جدا. استاذ شيماء ازيك؟ الو، وعليكم عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ علاء؟ صباح الفل، ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله، كل اكلاتك جميله، ربنا يخليك من ذوقك. معلش انا اسف عطلتك شويه، انا اسف معلش. اه بصراحه انا اتصلت ووقفت على التليفون كتير قوي، معلش احنا اسفين والله معلش. اخبار سعادتك انت ايه؟ الحمد لله بخير والله، كويسين تحت امرك، ربنا يخليك، اموريني امر الحمد لله. انا عاوز اشترك في المسابقه يا استاذ علاء، ده شرف لينا يا هانم والله، شرف لينا، الله يخليك تحت امرك. انا ليا اخت اسمها مريم، ايه معجبه بحضرتك بطريقه مش يعني مش متخيلها والله، ما سامعك انا اسف. بقول لك ليا اخت اسمها مريم، اسمها مريم، اه اسمها مريم، مغرمه بالشيخ علاء يعني، ده شرف ليا يا فندم والله، دي اختي ربنا يحفظها لك يا رب. بتسمعك في الساعه 1:30 وفي الاعاده والصبح بدري، ده شرف ليا، وتقل عليها كده من يعني كتير، الله يخليك ربنا يخليك، ان شاء الله هنشوفها معاكي
وهي في المسابقه ان شاء الله معاك. الله يخليك، انا عايزه ابقى معاها يعني في المسابقه. ده شرف لينا على دماغنا. وعارف انت عايز تخش المسابقه ولا مريم؟ انا واختي عشان نتجمع بعض. انتوا الاثنين تشرفونا ان شاء الله. حاضر حاضر، حالا سيب رقم تليفونك في الكنترول وان شاء الله نتقابل في اقرب فرصه ونفتكر المكالمه دي مع بعض. انا ببعت اهاليها على الهواء ان يكون سنه سعيده عليها باذن الله. يا رب كل سنه وهي طيبه مريم، علينا وعلى طلاب مصر جميعا. يا رب يا رب يا رب، بشكرك جدا. يوصل حاضر تحت امرك. يوصل حاضر، بشكرك لاتصال حضرتك. شكرا جدا ليك، كل سنه وانت طيبه يا مريم، وطبعا هستناك ان شاء الله في اقرب وقت للمسابقه. طيب شافيه والنبي رقم التليفون ما تنساش. انا كده حطيت حبه دقيق. بصوا عملت ايه، عملت كده طريقه بلدي جدا ما فيهاش اي صعوبه. حطينا حبه دقيق، ما قعدناش ننزل واحده ورا واحده لحد ما تبلت كله بالشكل الجميل ده. عندي القلايه بتاعتي شغاله ولا لا؟ استنى كده، بسم الله. لا شغاله زي الفل، بس خلينا نعملها كده عشان ده زيت سخن. تمام، بص كده يا استاذي اهو، مفيش عندي حاجه نازله. هعمل كده وابدا هحط الاول الكاليماري، معلش سوري، السمك لوحده والكاليماري لوحده. ليه؟ الكاليماري طبعا خامته ناشفه شويه، فبضطر ان انا اديله حجمه في التسويه، ما بقارنوش بالجمبري ولا بالفيليه، لان الفيليه طبعا القشر البياض ضعيف جدا زي الجمبري، فانا بضطر ان انا اعامله معامله مختلفه شويه، وما بقلبش فيه كتير عشان ما يتهريش، واسيبه شويه عشان خاطر ان هو يبقى سخن. ده هعمل له الصوص بتاعه اقل من دقيقتين ثلاثه. بجيب عندي معلقتين زبده، معلقه واحده من الدقيق، نص كوبايه كريمه لباني، ثلاث اربع ليمونات معصورين عصره نظيفه وكويسه كده ما فيهمش بذر، يعني المقصود من النظيفه ما يكونش فيهم بذر، في ليمون كتير جدا بيبقى حلو بس في بذر بحس ان هو مؤلم شويه. وهعمل الصوص بشكل بسيط جدا. تعالوا نشيل الحاجات دي كده عشان نبدا نخش مع حضراتكم في الطبق الثاني. كده احنا شغالين مع بعض ان شاء الله، يعني ماشيين مظبوط، يعني ماشيين مظبوط بمعنى اللي احنا الاطباق تمام. انا بقول كده ليه؟ عشان حضراتكم تعملوا كده وتجربوا كده، هتلاقي الموضوع ما فيهوش اي صعوبه خالص. انا كده سيد يتحمر، هطلع بس الاول الجمبري، نبص عليه بص عشان انا عايز اقطعه. طبعا في حد يقول لي والله يا شيف انا المرقه دي شكلها حلو استخدمها اعملها شوربه. والله لا، انا ما انصحكش ان تاخد اي سمك فيليه مرقه ليه او جمبري فيليه مرقه، مش هتطلع مرقه كده. السمك الجمبري ده خلاص اتعمل، هقطعه بس بالنص واسيبه عندي على الكوليسترول اللي هي هتبقى كرنب احمر وكرنب ابيض مع جزر مع عسل او سكر مع كريمه لباني او زبادي مع مايونيز طبعا لو حبينا، تبقى على الوش تبقى طعم كويس قوي. انا اكلت من كام يوم، من كام يوم ايه، من فتره، لا والله من فتره طويله، في مطعم سمك كان عامل سلطه كافيار حلوه قوي. عايز اعملها لكم، بس كنت عايز اعملها النهارده بس بجد ما لقيتش. الكافيار مش غالي على فكره، الكافيار اللي هو رخيص مش غالي جدا. بس هعملها لكم ان شاء الله، كنت عايز اعملها النهارده جت على بالي ما اعرفش ليه بسبب انواع السلطه، هتعجبكم جدا. وكمان سلطه الحمص بالجمبري دي ان شاء الله هعملها لكم الاسبوع الجاي. طيب ده هخليه للسلطه، وده للتحمير. اخلص بس الاول السمك الفيليه وبعد كده انزل عليه بالكاليماري، هيبقى عندي الطبق ده جاهز. الطاسه جاهزه، هبدا هعمل فيها الصوص على طول، مش هياخد مني وقت. الفرن شغال عندي بقى حبة سمك سهيل أو سهلية، ده طبعا عشاق السمك بيحبوه، حبايبنا في دمياط وحبايبنا في اسكندرية، في كل ناس اللي ليها مزاج شوية في المشوي. المشوي ده بيتعمل بطريقة حلوة جدا ما فيهاش صعوبة، ناس بتحب تنضفه من جوه، وفي ناس بتحب تنضفه، وفي ناس بعد ما بتسويه بتتفاجئ إن جواه بطروخ. البطارخ بتاعت السهيل بتبقى في أوائل الشتاء، يا عالم النهاردة هيكون في بطروخ ولا لأ؟ تعالى اطلع فاصل ثم نواصل ونشوف البطروخ أخباره إيه. اهلا بكم مره تانية مع الام هنيه. طيب قبل الفصل كنا بنحمر السمك مع الكاليماري، خلاص كده خلص. بصوا حضراتكم شايفين، بصوا الكلام. انا عايز محتاج بصراحه يعني الحاجه اللي اعملها احس ان انا بعملها كده وهاكلها من غير ما اعمل لها صوص. يعني شكل الكاليماري وهو مقرمش كده يا استاذ، بص كده هو السمك تحس ان هو شكله حلو بالدقيق، ولا حطينا بيض ولا لبن ولا بقسماط ولا اي شيء. عملناه بشكل بسيط جدا وبشكل ما فيهوش صعوبه، ولكن يتاكل اذا كان محمر او عليه صوص. ممكن اشغله اي صوص تاني لو حبيت، يعني ممكن اعمل له صوص تشيلي صوص مثلا، ممكن اعمل له صوص ليمون باتر صوص، ده كله يمشي. انا بس بشيل الزيت ده عشان سخن، عشان ايه نبعد عنه خالص ونبدا نظبط الشوايه. الشوايه ليه بقى؟ عشان نعمل السمك السهيل.
هجيب عندي نص كيلو سمك. السمك السيل طبعا بتعمل بالرده والتتبيله بتاعته بتتعمل وبتطش عليه. هنعمله مع بعض ونشوف شكله عامل ازاي. وزي ما احنا قلنا قبل الفاصل لو في بطارخ بيبان جدا من تسويته ويبدا يتفتح لوحده. الشوايه سخنه جدا هو ده المطلوب. تعال نجيب حبه السمك دول على السريع. اهو سمك السهليه عامل زي البوري بس صغير، بس ما شاء الله يعني حجمه حلو يعني ما شاء الله. اهو ماشي الكلام. دول حلوين، هديهم شطفه سريعه كمان يعني. هو مكسور بس برده تاني وتالت كده بس زي الفل يعني. بص السمكايه شكلها عامل ازاي، يعني سمكايه شكلها جميل جدا. يا بخت اللي يحلم بسمكه زي دي، انتوا عارفين قصدي ايه. فطبعا السمك ما بيتبلش، بس انا بحب اعمل في حركه كده برده سريعه. اديله حبه ملح تحت الرده كده ماشي الكلام، حبه كمون برده مش هيخسرني شيء تحت الرده يعني مش هيخسروا شيء على حبه بهارات سمك. لو عايز اديله اي حاجه كده تانية برده زي حبه اعشاب ولا بتاع مش هيأثروا ومش هيخسروا مش هيأثروا ومش هيأثروا. وابدا احطهم عندي في الرده اهو كده ماشي الكلام، وابدا انزل على طول على الشوايه. المفروض ان انا اسيبهم شويه بس عشان وقتنا طبعا، بحاول اقدر اعمل اي حاجه بسرعه. طبعا هو ما فيهوش حاجه تتنضف، بس يعني لو فيه هيبقى بطارخ على حاجات حلوه كده فيبقى الموضوع برده مش وحش. ما خسرناش حاجه لما حطينا الدمايطه والجماعه حبايبنا في راس البر وجمصه ما بيعملوش السمك بالرده، بيعملوه بالنشاره، وسبحان الله بيبقى طعمه احسن من الرده. فليه مزاج عالي جدا. معظم الناس اللي بتسافر فبتبقى رايحه عندها وعي بالموضوع، فيبدا يخش ياكل السمك ده بيبقى ليه طعمه كويس جدا جدا جدا، احسن من الرده كمان. بس طبعا كل حاجه ليها حاجه. طيب سيب ده يتشوي وظبط حياته. الطاسه دي الحاله دي سخنت جدا، سيبها تبرد شويه. الحاله دي عايز اعمل فيها حبه صوص طماطم ليه الكفته. الكفته هجيب عندي كده بوله فاضيه ونجيب فيها حبه سمك مفروم او جمبري مفروم عشان نعمل فيه كفته على السريع. كفته بديها البهارات اللي بحبها والتتبيله اللي انا عايزها، وهبدا هعملها كور بالدقيق عشان خاطر تبقى ليها طعم كويس معايا. ناخد بالنا من الشوايه. طيب هجيب عندي ادي ده كده ماشي الكلام مفرومين. طيب قبل ما تفرم النبي وقبل ما تتبل قول لي عملتي ازاي كده، يعني جبتها ازاي مفرومه. قشر البلد اللي قطعناه من شويه هو ده السمك الفيل اللي انا هشتغل بيه. وانا عند السماك بقول له انا عايز كفته سمك، فبيعمل لي عرق ليها. عايز كفته جمبري بيعمل لي عرق ليها. عرق يعني ايه؟ عرق يعني بيديني حته من قشر البياض تكون محمله شويه زي اللحمه تكون ملبسه شويه، فبيبدا تربط شويه معاه بنفس الشكل ده. بديها عندي حبه شبت اهو، بديها عندي بصلايه مش باينه مبشوره وعصولها كده تاني. بصوا اهو اهو يا استاذ تاني اوريك تاني اهو كده. بصوا حضراتكم ما بقاش فيها ميه خالص معلش كده. حلو الكلام. طيب ايه تاني؟ عايز اديها عندي تومايه بسيطه من غير على قد ما اقدر زيت ماشي الكلام. ولو حبيت اخليها سبايسي ما عنديش مانع، ما حبيتش برده انا كده مرضي. طيب هبهر بقى بتوم باودر على عسل باودر، حبه كمون على بهارات سمك عادي جدا زي بهاراتنا. حلو الكلام. حبه شطه بسيط جدا مش كتير، حبه بابريكا اللي هو الفلفل الارناوتي كده، وكمان عندي لو حبيت عندي فلفل احمر مفروم ما عنديش مانع ده يمشي معايا. هقلبهم كويس جدا. تعال نحط عليها حبه كمان بقدونس على الكزبره واقلب كويس جدا اهو، والم كل الكلام ده كله مع بعض لحد ما يبقى عندي عامل زي العجين. ملح طبعا ما سقطش كده بس كده كده اهو، واقلب كويس جدا لحد ما احس ان انا بقت كلها عجينه واحده وشامم الريحه بتاعتها في ايديا اهو. ما حطيناش اي حاجه فيها زيت فمش هتفك معايا ان شاء الله اهو. طبعا ممكن امشي بينا حواوشي، يمشي معايا كفته، يمشي معايا داود باشا، يمشي معايا زي اللي بحبه عادي اهو كده. طيب هتعمل ايه؟ هنعمل كده على السريع بالشكل ده على الدقيق اهو. هنمشي معانا دقايق. عندي طاسه فاضيه فيها حبه زيت يسخن كويس وحمر على طول، وبعد كده هبدا هعمل صوص الطماطم. طاسه او حله برده فيها عندي حبه زيت
معلقه بصل، معلقه ثوم، هعمل صوص حلو وهديله عندي اي اعشاب لو احب الزعتر زي ما اتفقنا النهارده يوم الزعتر معايا كذا حاجه عملتها بالزعتر يبقى ماشي كله زعتر. عايز ليا فلفل حار، هعمل صوص طماطم على مزاجي. وبعد كده هبدا هحط عصير الطماطم اللي عندي، عندي عصير طماطم كوبايه عصير طماطم مثلا معاها معلقه صلصه طماطم بتاعت كنور هتسبب معايا الصوص مع حبه ملح وفلفل حبه كمون متشكرين. ماشي الكلام كده كفايه مش هزود اكتر من كده عشان الموضوع بدا يبقى عجين عجين، بس كده زي الفل وتمام التمام. تعالى بقى نحطها دول كده يتدحرجوا كده شويه زي ما انتم شايفين اهو كده اهو بس كده. ليه بتعمل كده؟ عشان تديني لون مش اكتر من كده. لما تحط في الزيت، الزيت سخن اهو، ممكن احطه في القلايه عادي جدا لو حبيت. ماشي الكلام. طيب دي في الدقيق هتتحمر. صوص الطماطم تعالى نعمله على السريع عشان برضو نكسب وقت يبقى كله مع بعض ان شاء الله في نفس الوقت. هجيب عندي المعلقه بتاعتي، ادي بصلايه مفرومه ما تكونش باينه اهي كده تتشوح كويس جدا، مع معلقه ثوم حلوه، معلقه هريسه جميله كده برضو ظريفه، حلوه قوي، حلوه وجميله وظريفه. انا قلت حلوه وجميله وظريفه، ايه دول انا مش عارف بس قلتهم يعني اهو. ماشي الكلام. هديها عندي كمان الصوص ده بعد ما اعمله هديله حبه زيتون عشان يبقى ليه طعم كويس معايا، تشوح كويس جدا كده. طيب الطاسه دي هعمل فيها صوص ليمون بتر بسيط ما فيهوش صعوبه. الصوص ده هعمله بالزبده ولكن لازم اديله معلقه زيت عشان خاطر ما اخليش معايا الزبده محروقه لان هشوح في الزبده بصلايه ناعمه ايا كان الموضوع. معلقه زيت كده، سيبها تسخن شويه وابدا كده احط عليها كل حاجه. طيب السمك ده يفضل كده يعني قاعد بالرده كده ولا هيتحط له حاجه؟ اكيد هعمل له حاجه حلوه قوي لازم استطعم بيها. بصوا بقى يا جماعه، ربع كوبايه خل زيها بالظبط ليمون بالشكل ده. حلو الكلام. تعال نجيب مضرب ونعمل تتبيله حلوه قوي للسمك ده. معلقتين دقه او فلفل شطه كده، ادي واحده كمان. معلقه ثوم مفروم كمان واحده، وروحوا في الثوم والليمون. ماشي الكلام. حبه الشبت، حبه البقدونس على الكزبره. ماشي الكلام. حبه الملح بتوعنا ونزود ملح شويه، يعني هي التتبيله بتاعتي هنا. وعندي الكمون برده موجود اهو، تتبيله حلوه. حبه كزبره، حبه شطه. ماشي الكلام. وكمان حبه فلفل اسمر. ماشي الكلام. شغالين مع بعض نقلب تقليبه حلوه هنا كده ونرجع تاني نقلب دول. مش سامعك. تمام استاذ احمد. نعم حضرتك. صباح الفل يا حبيبي، ازيك؟ الله يسلمك حضرتك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تحت امرك يا ابو حميد. انت جاي عفوا. مين معايا؟ مش سامعك. مين معايا؟ انا علاء. انا ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا ابو حميد، عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه يا باشا؟ كله زي الفل؟ الحمد لله. امرني امر يا ابو حميد. انا كنت طالب منك يا شيخ، كنت انا بكلمك على الفيسبوك، كنت مكلمك طالب منك طريقه عمل الشيش طاووق. الشيش طاووق ده احنا نعملها نوديها لحد عندك يا ابو حميد. شكرا يا شيخ. بس كده عينيا الاثنين حالا، يلا ورقه وقلم واكتب على طول، تحت امرك. شكرا يا شيخ. عينيا يا حبيبي. صباح الفل عليك يا ابو حميد. وانا والله معلش ما خدتش بالي من سؤال الفيسبوك، ولكن حالا نقول لك على طريقه الشيش طاووق وبالهنا والشفا. حاضر. هنا يا ابو حميد بص بقى، انا بحط الكفته عشان تبدا تتحمر. ماشي الكلام. الناحيه الثانيه الزبده مع الزيت بيبدا يستوي اهو. بنفط كويس جدا الدقيق عشان انا عايز اعمل حاجه تكون كويسه، ولا هستغل الدقيق ثاني برضو احمر اي حاجه ما يقوليش لا. طيب انا عايز خلي ده هنا عشان اخد منه معلقه واحده للصوص. ادي عندي الزبده بدات تبقى زي ما حضراتكم شايفين اهي بدات تسيح. طيب هتعمل لها ايه؟ بصلايه ناعمه اهو كده، وابدا اقلب كويس جدا. شفتوا احنا مع بعض هنا حطينا حبه الدقه دي او التتبيله بتاعتها على السمك، خلت الموضوع معايا زي الفل. ده كده الزبده اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي، وهنا ده بيتحمر. ماشي الكلام. حلو كده ولا مش وحش؟ قلب كويس ده عشان انا عايز اللون الحلو ده كده من الدقيق اهو.
طب ما تيجي نبص على الفرن، ولا انت نسيت ولا احنا فين؟ انت مالك يا عم ناسيني ايه النهارده؟ ها يا شفيق؟ ها؟ تعال بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بص يا استاذنا ركز هنا دقيقة بس كده، ركز عم اعمل حاجة هنا وارجع لك تاني. يعني لازم الحاجة تتعمل صح ومظبوطة عشان تتاكل بنفس، ما يبقاش الموضوع حاسس ان هو كده ايه قلب وقلب وزي ما بيقولوا كده، مش عارف بيسموها ايه. كده على السريع ونبدا نجيب حبه زيت. ليه بقى بعمل ايه بقى هنا؟ الحله اللي حطينا فيها الزيت مع البصل مع الدقه اللي حطيناها وانا بتكلم، وتلاقيت الناحيه الثانيه اتلسعت. انا مش عايز اخلي الصوص حاسس ان هو محمر قوي او حامي، فشلتها فحطيت تاني بدلها على السريع. الصوص هنا خلاص كده زي ما حضراتكم شايفين، الزيت ده مع البصل هحط عندي فص توم صغير جدا. حلو الكلام زي ما حضراتكم شايفين. وهنا الناحيه الثانيه دي خلاص الصوص بتاعها يخلص وتحط عليه وتمام التمام. طيب تعمل ايه في الصوص ده بقى كمان الثاني اللي هو الابيض دوت؟ احنا قلنا ليمون بتر، ليمون بتر يبقى نديله زبده، فص توم، ربع بصلايه مفرومه، حبه زبدة زي ما حضراتكم شايفين اهو. هبدا هروح اعمل ايه بقى دلوقتي؟ جايب عندي الليمون جاهز اهو، ليمون معصور كويس جدا ماشي الكلام. وهبدا انزل بالليمون كده، حلو الكلام، فيغلي غلوه واحده. بعد كده انزل عندي معلقه دقيق صغيره جدا، حبه الكريمه اللباني، متشكرين. طيب السمكه دي خلاص كده هي كده استوت وزي الفل، هسيبها عندي بس هنا في الفرن لحد الغرف. هسيبها كده اوطي النار شويه عليها عشان خاطر ما تبقاش محروقه. السمك الناحيه الثانيه عايزين نقلبه قلبه ونشوف اخبار اللي اتشوى ايه عشان نزود بقيه التشوت. بسم الله. هو طبعا عشان نبقى صراحه مع حضراتكم، الشوي ده طبعا شوي بيتي غير الشوي بتاع المحلات، عشان الشوايه بتاعت المحلات افضل من دي مليون مره، لان الشوايه الثانيه صاج. افضل في ايه بقى؟ عفوا، افضل ان الشوايه بتاعت سمك، لكن دي مش شوايه سمك. طب انا لو في البيت ما عنديش الشوايه دي ولا عندي الشوايه الثانيه، عندي شوايه فحم ما ينفعش. طب ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع اجيب صاجه واحطها على عين البوتاجاز عفوا على عين البوتاجاز، وبعد كده ببدا احط عليها تسخن كويس جدا، وببدا بعد كده بخليها تسخن واحط عليها. لا خلاص كده خلصت خلاص ماشي الكلام. واحط عليها السمك بتاعي يتشوي كويس جدا. هنا خلاص الصوص ادي له عندي حبه الكريمه اللباني وتغلي غلوتين، ولو عايز ازود اي حاجه ثانيه ما عنديش مانع. البصلية دي خلاص تمام التمام، هبدا هديها ده تاني غير اللي اتلسعت بقى، حبه الثوم بس عنا عليها عشان ما نسقطهاش، حبه الهريسه قلبهم كويس جدا كده، و نية على طول على السريع نبدا نجيب عصير الطماطم. بسم الله اهو احنا عايزين الطشه دي، وهو ده المطلوب زي ما اتفقنا نحط لها صلصه طماطم بس في الاواخر اهو، نجيب لها معلقه دي صلصه الطماطم كده، واحده كمان تتسبك بس عشان تبقى ليها طعم. هديها عندي حبه بهارات، حبه ملح اهو، وحبه كمون اهو اخر حاجه، وكمان حبه فلفل اسمر. ده لصوص الطماطم بتاع داوود باشا، وهحط لها عندي زيتون في الاخر لو حبيت. زي ما قلت هخترع النهارده زيتون، ومش طبيعي احط زيتون ولكن ده بمزاجنا. هنا الصوص عندي ماشي الكلام، وانا كده زي الفل. طيب ايه تاني؟ انا عايز الم الحال بقى عشان انا كده حاسس ان انا مكركب الدنيا، وحاسس ان انا عامل 500 طبق من السمك. طيب عايز تطلعني فاصل؟ ايه الذوق ده؟ اول مره احتاج منك فاصل عشان الم حياتي. طيب نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل خلينا ندي تشه حلوه كده عشان نرجع نلاقي الدنيا ان شاء الله فيها حاجات حلوه كده معموله. وده السمك المشوي وده السمك المحمر الصينيه في الفرن عفوا، التوم مع الفلفل عامل الكحه دي، صوص ليمون بتر موجود، كفته جاهزه، الصوص بتاعها جاهز،
ساعات لفاصل ثم نواصل. اهلا بكم مره ثانيه معلومه هنيه. طيب على السريع عشان ما ننساش، الشيش طاووق نص كيلو فراخ بس يكون من وراك مخليه ما فيهاش عظم. ترجع البيت تجيب بوله فاضيه زي كده، علبه زبادي، حلو الكلام، وتجيب معلقه ثوم مفروم، حبه بهارات شيش طاووق من عند العطار، وانت راجع برضه هتلاقي عند العطار عنده شيش طاووق بهارات وهمبرجر بهارات، كل البهارات الاكل اللي بحبه كله عند العطارين. بعد كده ببدا احط عند الزبادي، واحط عندي معلقه مستردة عشان تدي مزازه، ليمون، حبه ثوم باودر على بصل باودر، وابدا اقلب كويس جدا. الطعم هنا مع الليمون طبعا الطعم هنا بيحلو اكتر طول ما نحط الفراخ بتاعتنا في التلاجة شويه عشان يبقى الطعم واخد ومدي معاها زي ما بيقولوا كده بالعربي. فانت تتبل مش اقل من ساعتين عشان تحط في السياخ، والسيخ يكون معاه بصل فلفل الوان، وتشوي براحتك خالص وبهنا والشفا. طيب هنا عندي الداود باشا، السمك خلاص خلص زي ما حضراتكم شايفين اهو. ننزل كده على طول، بسم الله اهو كده ماشي الكلام، وتمام التمام، حلو ماشي زي الفل. طيب دي كده، دي حبه حاجه خضراء كده حلوه، حبه شبت طبعا، دي كفته سمك بالداود باشا. صديقتنا طلعت على الطبق زي ما حضراتكم شايفين، حبه ليمون، بسيط الموضوع ما فيهوش صعوبه خالص. الصوص زي ما حضراتكم شايفين خلاص خلص، ده جاهز. تعال نحط عليه كمان مقالي وندي طشه بالمره دي كده اهو، خلي الموضوع كده. زودت لها خل على فكره تاني وليمون، معلش الحاجه اللي انت تعمل صح بقى عشان ايه ما تعملش كل يوم. عايز غلوه واحده لده، ومش هحط السمك هنا، لا خليني احط الاول السمك في طبق لوحده، وبعد كده نبدا نحط عليه اللي احنا عايزينه كله اهو. عايز اقول لكم ان السمك ده قل بركته، دخل شفيق وشادي وحسام ورده، يعني اصدقائنا هنا كلهم قاعد ياكلوا من السمك، واسلام يعني كل واحد خد له واحده كده على السريع. بس انا بقول الاسامي مش بغلط يا جماعه، مش بجرس حد. ما تبصليش علي، مش هتحرمي تخش تاني. طيب هجيبه عندي الكاليماري بالشكل الحلو ده كده، معلش ثانيه واحده عشان ايه طلع كل حاجه كده شكل قدام حضراتكم، يبقى الموضوع باين وما فيهوش صعوبه. الاكل خلاص خلص، بس شكلي انا مش هلحق اعمل السلطه، فخلي الوقت تاني مش مشكله. كده كاليماري، حلو الكلام. بص السمك المقلي بقى نطلع كده اهو، ده السمك الفيليه اللي احنا قطعناه مع حضراتكم من البدايه وتبلناه وطلعناه بالشكل الحلو ده على مناديل طبعا عشان خاطر ما يبقاش الموضوع معايا شويه في زيوت اهو. ده الافاده اللي انا عايزها من المنديل. بص حضراتكم تعالى كده يا استاذ بعد اذنك اهو، ده اللي انا عايزه. مش عايز ده، انا مش عايز احط حاجه هنا فيها زيت من الاخر، يعني مش عايز حاجه فيها زيت. ده الصوص الليمون بالكريمه اهو، خلينا نعمل كده حركه كده ظريفه ما نزودش، ونيجي الناحيه الثانيه نعمل نفس الموضوع عشان خاطر اللي مش عايز يبقى برده في جزئيه فيها صوص وفيها ما فيهاش صوص. حاجه صغيره كده ماشي الكلام، ونجيب حاجه حمراء كده تكسر اللون مع كمان ليمونه ماشي الكلام كده. خلينا ناخد من كده ماشي الكلام ده كده، ونجيب الزيتون ما نسقطوش اهو على الكفتة السمك او كفتة الجمبري، حلو الكلام. وهنا فاضل عندي اخر طشة، ونطلع على طول السمك الحلو ده كده عشان يتاكل بالهنا والشفا، السمك السهيل المشوي. يلا اخر حبة بالهنا والشفا، غلوة واحدة هتنشف، ونكون محضرين الطبق عشان نطلع. انا عايز طبق حلو كده يكون كبير عشان نوري حضراتكم فيه السمك وهو طالع كده ماشي. انا كده اديته التتبيله والزياده، والبخار ده بيسوي والتتبيله بتدي طعم عشان احنا ما فتحناش وما نضفناش وما حشيناش، فالطبيعي ان انا اكل الحاجه تكون ليها طعم. الطبيعي بقى احسن من ده ومن ده اللي انا اكون عامل الكلام ده على صاجه. الصاجه دي
بقى بنشوف اي محل سمك عنده سمك كبيره كده تحتها نار كتير قوي وماشه وبتاع، هو ده السمك المشوي. او زمان كنا بنشوف الناس بتعمل كده على صاجة وعلى الباجور. وعلى فكره لحد وقتنا هذا في بلاد كتير جدا تمشي على البحر تلاقي ناس بتحمر وبتشوي سمك على البحر في تركيا، الكلام ده ده قدام عينيا بيعملوا كده. يعني تبقى ماشي تشتري سندوتش السمك مقلي او مشوي من البحر يصطاد ويعمل لك وانت قاعد، زي عندنا احنا زمان لما كان الراجل بيعدي بعصافير ويحمرها وبتاع. يعني في حاجات تقريبا ما بتنسيش ومحدش في العالم كله بيبقى ما عندوش زيها، كله زي بعضه. فالسمك المشوي لازم نجيبه من عند الراجل السماك ويكون بتاع سمك بيشوي سمك. فتره من الفترات كان في سمك كتير جدا اللي هو الماكريل وكان منتشر جدا في مصر لحد دلوقتي موجود برضه، كان طعمه جميل جدا وكانوا مسمينه بتاع الغلابه مع ان كان كل الناس بتاكل منه. بس السمكيه دي كانت سعرها مش غالي وكانت موجوده في كل الاماكن وكانت بتتباع في المراكز الاستهلاكيه او الجمعيات الاستهلاكيه بسعر مدعم بكاراتين وكان مجمد، كان بيتاكل احسن من البوري مشوي. ولحد وقتنا هذا ناس كتير جدا بتاكله وانا شخصيا لما بيجي قدامي باكله. فكتير جدا المشوي ليه انواع غير البوري غير السهليه غير حاجات كتير قوي. فالسمك بصوا الميه نشفت ازاي، حلو الكلام. تعالى بقى نطلع على طول السمك الحلو ده كده في طبق ظريف اهو. بسم الله اهو هنفتح واحده ونبص نشوف اخبار الدنيا فيها ايه. ما هنسيبه كده اهو عشان نشوف يمكن ما فيهوش حاجه، يمكن في خاتم سليمان ما حدش يعرف. احنا عارفين جوه في ايه، ده رزق. حتى يمكن انا قلت من شويه كده قلت يا بخت اللي يحلم بسمك، السمك ده رزق. طيب خلينا نشوف كده. بسم الله سبحان الله لقيت خاتم يا جماعه. لا بهزر اكيد دي ما فيهاش بطارق، مش عايز افتح في كله بقى. بس ايه دي اتحط كده عشان بس ايه يعني هي استوت. بص المنظر السوا بتاعها عامل ازاي، هسيبها سيبها بقى عشان ما تسريش. لقيت تاكل على طول من هنا والشفا يبقى لحضراتكم ما فيهوش صعوبه. حطوا له حاجه حلوه كده خضره على الوش، مش محتاج حاجه غير حبه كمون على كزبره على شطه اهو كده وشكرا على كده. ده يتاكل زي الفل، بهاراتك كل حركاتك كل الدنيا كلها موجوده ما فيهاش صعوبه. ده السمك اللي عملناه النهارده مع حضراتكم يوم الاثنين. كالعاده كل يوم اثنين اكلات سمك، الثلاث بكره ان شاء الله يكون شعبي، الاربع اكل اولادنا، الخميس العزومه، الجمعه المسابقه، وان شاء الله لسه في حاجات كتير جدا جايه وفي مفاجآت كتير جدا. كان معانا النهارده سلطه الكولسلو بس انا اجلتها غالبا الاسبوع الجاي لان مفيش وقت ومش عايز اعمل حاجه جري عشان نبقى احسن تعمل حاجه على الرايق عشان وقتنا احنا النهارده متاخرين يعني على زمايلنا اللي بعدينا. دي كانت اكلتنا وده كان الموضوع. بعد اذن لكم حاجه انا شايفها النهارده فيا غريبه شويه، شكلي مكتئب بس انا فعلا عندي ظروف فعشان كده بس انا يعني جاي النهارده مش مبسوط شويه. فبس بحب اعتذر لكم على قد ما قدرت والله، احاول ان انا ما ابقاش كده بس يعني اللي باين انا عارف فبحاول اعتذر لكم بس ما يكونش ذنب. فدي كانت اكلتنا النهارده، بكره ان شاء الله يبقى احلى واحلى. السلام عليكم.